القضاء المصري كلمته ورفض الدعوى المقامة من طرف عدد من المحامين لمنع بث برنامج رامز مجنون رسمي الذي يعرض على قنوات ام بي سي وام بي سي 1 وام بي سي مصر وام بي سي العراق وام بي سي 5 وكذا منصة شاهد للفيديو حسب الطلب. وأشار ثروت عبد الشهيد المستشار القانوني لمجموعة ام بي سي في القاهرة إلى أن نص الحكم القضائي بين وبالملموس أن المحكمة اطلعت على بعض حلقات البرنامج ولم تجد فيها ما يضر بالأمن القومي أو يحض على العنف والتمييز. وأشارت المحكمة إلى أن البرنامج لا يعدو كونه عملا فنيا يمارس فيه مقدم البرنامج بعض الدعابات مع الضيف. وأضاف الحكم أنه لا يجب النظر في الحركات والأفعال التي تقع داخل البرنامج في سياقها الفني، ولا يجب تحميلها أكثر من حجمها الطبيعي. ما تنسوش تابوناو فلاشي اليوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.